السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مرسى السلطان أفادت أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح مساء يوم الثلاثاء إثر انهيار كلي لمنزل مكون من 3 طوابق مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط كائن بحي الفرح. وفور إشعارها بالحادث يضيف المصدر ذاته، تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد بوافي وتأمين البنايات المجاورة. وحسب المعطيات الأولية فإن هذا الانهيار قد يكون بسبب أشغال حفر الأساس الجارية ببناية مجاورة.